السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياك الله عزيزي المشاهد. قبل لا نبدأ لا تنسى اللايك والاشتراك، اشتراك أهم شيء، ما باقي شيء على المليون. طيب فكرة مقطع جماعة الخير وشو؟ أبى أكلم شخص أخليه مقلب الشخص الثاني، ولكن الشخص الثاني أبى أعلم أن هذا بمقلبه. ما ودي أطول عليكم، خلكم على المقطع. السلام عليكم فارس. السلام. ندخل مقطع بسيط. إيه لذيذ لذيذ. هالمرة تتلذذ. أكيد. أوثق فيني. أبيك تمقلب أحمد شو؟ حلو. ابيك تزبد له احمد شو، تراك انت وانت فيك وانت فيك. ليش ازبد لك؟ يا تخ علي زبد لك. ايوه زبد لك قدام، ابيك تحرجه قدام الجميع. زبد له تزبيد تزبيد. ازبد زبد. زين جاهز؟ والله اني خايف. لا والله لا تخاف اي شيء. انك وكان معي عادي؟ اي كان معك عادي، تعطيه بالوجه. ازبد له على راحتي على طول. بسم الله. وشو والله العظيم اني استمتع اذا جيت ازبد لك. تعال والله ينوكني. علنا مقطعك. انا بجلس اني ما السلام عليكم. سلام. يا جماعة الخير، أنا عندي مقطع يوتيوب، المقطع بكل اختصار وشو؟ إني أذكر سلبيات العيال الموجودين في الفيلا. أول شخص بذكر سلبياته الشخص القريب إلى قلبي، أبو شو. أيوه. أبو شو توك داخل الفيلا وين جدي؟ سالف لوحدك. طبعا يا جماعه الخير قبل نروح الفارس لازم نعلم الشباب. السلام عليكم. ركزوا معي زين. ابو شور ابى اكلم فارس الحين، ابى اخلي فارس يزبد لك. انا قايل له ابيك تمقلب احمد شو، تزبد له وتقول سلبيات. اول ما يبدا تسوي، اول ما يبدا يسولف فارس اسحب عليه. كيف تقوم؟ اول ما يقول اسم احمد قوم اسحب عليه كل واحد له مكان. اوكي اسحب عليه. ليش تنمس؟ ما الحفره حفره الليل. توني جاي بدخل موت، توني جاي بدخل موت. بدي اقمعهم بالله كلهم. ايوه شوفك يا شيخ. والله ها توني جاي بدخل موت. بسم الله اسحب عليك كلهم. هذا المقلب اللي يبي. هذا وجه نوثق فيه، هذا وجه نوثق فيه، هذا وجهي. ايش كنت بتقول؟ والله كنت مجهز لسته. مجهز لسته. ايش كنت بتقول؟ ايش كنت بتقول؟ لا 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 بقول انك لا 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 لا. بسم الله سبي ايش فيك؟ صيح صيح. هذا مجال مقطع بسيط. يدري في كم؟ ايه ابيك تصوت لزياد تقول له انزل تحت بعطيك هديه لاني انا احبك قدامي. بفاجئك بهديه. حلو. اول ما يحط وجهه كذا بحطها بصحن كريمه ذي حقت حلاقه. في ذمتك؟ ايوه ابيك تعطيه بوجهه. لا والله بيزعل. والله لا والله ما يزعل. والله ما يزعل. والله ما يزعلون عيالنا يعني كذا. تمام تم معك. تم خليك بغرفه. ابو يقدح اقدح. انت تقدح ولا والله تزعلني. اقدح اقدح بس. ادخل بغرفه اول ما تقعد هيك بتطلع وتخليك جاهز. ابيك وش اكو بالغرفه الحين؟ ايه هو وينه؟ بغرفته اتوقع بغرفته. خلاص ادخل. انا كلمت مودي عشان يمقلبك. ايه قلت له يحط لانه بيعطيك هديه وبيصفك بالصحن بهذه كريمه. إيه؟ العلاقه. لكن وش بيصير العكس؟ انا بقلب عليه. اسالك ابيك تضحك. والله والله ما اقدر فيك. والله سلم عليه. إيه؟ إذا جاء قال إنك سو مجنون. سو له راسك هنا. أبشر. أزهر أزهر. اشتراك. اسمع أنت بياخذ معك الكام وكل شيء. إذا حطيت زيادة قول لي كذا. جيبها يعني جيبها لي. هو اللي بيكون فيه. بيكون أنت تنزله تحت. على إنه مقطع لي. على إنه مقطع لي. أيوة أيوة أيوة. طيب. زيادة أنا بجيب لك هدية وزي كذا. خل وجهك قدام. إيه بس بس بس. أيوة أيوة أيوة. يا مسلم بسم الله. يا عوادر الضرائب حساس. تبي اكرم؟ تبي اكرم؟ كتر كتر دوس دوس يا رجل. كذا تكفي؟ هذه تكفي. زود يا ابوي خلصه كامل. خلاص يا اخي خلاص. ما تحط بدي حقد على زياد. بس 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 ورد كثير حرام عليك. لا 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 خليها معي. معي انا. انت روح خذه ونزله تحت بالعوش وخذ وجهك انا. زياد زياد بسرعه النكبت. مزعج المقطع. بسم الله كبر ترك. انكبت يا ابوي ما فلت بالمحتوى. جايب لك هديه لعيون الشطه. جايب لك احلى هديه. تكذب علي. تعال جايب لك شيء يعني بصور بدون شيء. تكفى يا مين بالله. والله قليله بحقك. انا شفت مقطعك. اصدمك بشيء. انا شفت مقطعك. الله يسعدك. انا شفت مقطعك يوم انك مع خالد. انا شفت مقطعك يوم انك مع خالد. والله يوم انك سعدت. اقسم بالله بس جبت تسعدني الحين.
الآن أسعدك. تكفى. أبشر بي أتجرب ودي. تعال. تعال هنا. أهلا وسهلا. تعال. أهلا مرحبا كيف الحال؟ كيفكم خير؟ تعال. لا تكفى. خل وجهك كذا. أيوه. بدون مسبح. خل وجهك والله ما في مسبح. الهدية. رايد. لا لا الحين بديك. بس أنت. شيك طحت انت تطيح وجهه طويل اخر اعطيك هاي لا اسدد على ولي رايق لك كيف انا بوجه الشيخ يا شيخ انا بوجهك ابو خالد والله اني بس انا احب ادرس الشباب انه من حفر حفرتين في اخي وقع فيها وقع فيها ما وقع فيها ما وقع فيها الا معك الا معك ليه رايد صدمني صدمني فجاه كذا بوف معلش وديناس سلام يا ناس يلا طيب تدري تدري اني متفق معي تدري اني متفق معي عرفت السوس اللي يطلع على العمر 11 12 فينا السوس الاسود والله العظيم انا اسف والله طيب شيخ نايف اللي بيشترك بهذا المقطع ابي دعوه من قلبك تاكل شيء ها دعوه وين بتكون وين بالمكان اللي اي والله وين قل لهم مكه باذن الله باذن الحرم باذن الله طيب عطهم دعوه الحين الله يوفقكم ويسعدكم قولوا امين لاي واحد يشترك اسال الله ان يوفقك يا رب ولا ينسون الاشتراك واللايك والاشياء الطيبه وكثر لكم مقاطع نروح اللي بعده رايحين لابو المقالب ابو نوح يا رب انها تضبط انت ابو المقالب يا اخي ابو المقالب ابو نوح معروف بالمقالب والله انت بشر بي يا حي الله اسمه وادة الحكه انا مقطعي اليوم من حفر حفره لاخيه وقع فيها حلو أبتفق مع في الفل إنه يمقلبك يحط لك بولة الحك حلو ولكن هذه نفسها بتعطيه إياه؟ لا أبأخذها وبعطيك البودرة أنت وبحط هنا جوه ملح وهو بيحط لك جوالك ويحط لك بأي شيء وبيك أنت تحط له تكفى يا ابونا ربطها هي رايد ركز معي امسك من فوق وحطه أنت من تحت أيوه فضو يما لونه بني ذي يولد تخوف إيه هذا والله مخوف صدق ليكون أقوى من اللي قبل والله الظاهر هذه جديدة أبعبيها ملحة هذه عندك يا ولد وش ذا؟ حطها انت على البطاطس انا بروح ابي هذه ملح اصبر اصبر هيه كن معي هذه لعبتك ابو نوح اي 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 يا شكله مقزز على طول اطلع من الغرفه انت على طول اطلع اصبر اصبر بس بقول له خلنا ابو نوح من الخبائث هنا تلعب تلعب ترى الحين باعز وناس ابو نوح بسم الله اني مره مستانس ترى يحب زي كذا انا جاي براسي ترى بس ولا شكله يخوف اي هذا شكله يخوف هذا برا 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 حط الزباله هذا سمع قول يمين بالله يا ابن الزباله دي انت بتزله وتمسكه من تحت اي لا تمسكه لا تمسكه من تحت ابو صالح ايه هذا جوالك اي جوال جوال ايه ابى اخليه يحط الملح على جوالك ايي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 ي
نحط بودره بدل الملح. حطينا بودره زين. مشينا الفيرفل يا رب وافق قلب حولك. فيرفل تعال بيك. هلا. ابيك ابيك. فيرفل هذه حكه بودره حكه. بيك تحطها لابو نوح. هو معك بودره. بس هو الحين طالع. مو موجود. حطه على الجوال ولا اي شيء. ابي يضحك حكه بس ابي اضحك ضحكتك. اي فور ان. بسم الله. ابي اعطيك كف تفهم؟ زين. طيب بحاول. انا ايش قايل لكم؟ قايل لكم اقسم بالله فيرفل رجال. والله انه يصمت. عشان اللي سواه فينا والله. ايه والله العظيم. لازم ناخذ هذا. ايه بحطه على وين؟ جواله. جوال جوال. بس تمسك بيدك. طيب. يا ولد. ما اعرف استعمله. اما حطه فاين حطه فاين. ايه وش ذا قاعد؟ حطيت؟ ايه. ايوه خلاص 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 خلاص. اسمع خليك هنا خليك جالس هنا. جا علي جا علي. حطه بسمع حطه بسمع. لا لا جا علي. لا لا معليش. اصوص ايدي. طيب ايه اجلس هنا بيضبط اكيد. اي بيضحك على طول بيبدا يضحك صدقني. اجلس هنا خليك طبيعي. تناديه وتجي. اي خليك طبيعي بصوت ابو نوح. وين تعال؟ استريح يا مرحبا والله.
يا مرحبا. بصور مقطع المقطع هذا. تبغى لابس هودي حقي بس. مين؟ رايف. يا عمري. معلش تقرب شوي كذا عشان فريم. ثبت الكام؟ هودي فيرفول. كويس. هودي مميز. ايه دفي. شوف شوف ثمنيل شلتك اياه شلتك واتساب. ثمنيل؟ ايه. ابشر. جاك؟ سيء. مو حلو مرة صح؟ لا. اغيره احطه اخليه احمر. ايه. شفت الثمنيل اللي انا سويته؟ ايه. حق البقالة. ايوه. البرينجلز. ايه. ترى هذا البرينجلز هو اللي جايبه هنا. اوه خليه احمر. ايه. يمديك تخليه حتى يعني يمديك تحطه ازرق تخليه مثلا اصفر. اقرا انتهاء. تحداك تدري برينجلز ما في انتهاء؟ ايه. ما في انتهاء اقرا. ما في انتهاء. صح؟ هو البرينجلز الوحيد مو من تحت. ايه. الا موجود. والله؟ موجود؟ ينتهي ب 20 ديسمبر. وش 20 ديسمبر متى؟ يعني بعد شوية شهرين بالضبط. شهرين بالضبط. طيب يا بعد شوي بجيكم بصور مقطع. ها دقيقتين كذا بجيكم. يا بدر دقيقتين خلوكم هنا بالله. يلا لكم طبيعي ببدأ مقدمة هنا. صوركم طبيعي لا تعطوني وجه خلوكم لا تشوفون كاميرا بس نضبط الفوكس. ايش رايكم بالمقدمة يا مقدمة؟ اضحك بس عندي برنامج شير اسمه برنامج من حفر حفرة ليخي وقع فيها. وش فيك تضحك حك؟ والله لا حول الله يا اخي. اقسم بالله العظيم انه والله العظيم حرام عليك يا اخي. وين وين تقعد ورقة حقك من رجولي من اليوم؟ والله العظيم اللي حطيت لك بودرة هو اللي حط لك بالبطاطس حقك. ها يا شكلك ما له دخل حق البرنجلز. ما له دخل ثمبنيل. الحمد لله انك جبت طاري ثمبنيل انك ذا الحمد لله. زين وانا قاعد اتحكك من هنا ابو سير قاعد قال ايش فيك قاعد تحكي يا رجل يا ولد؟ والله ما ادري شتتني حكه غريبه يا ولد. اقسم بالله استغربت انا مره. شوف محمر والله شفه لازم تروش. اقسم بالله يا عيال انه يحك مره ورب الكعبه. هي الله على امه قاطعك الخايسه ذي. هي تحكك صدق؟ والله اني احس بحكه. تكفر. طيب ليش تعطيني انا؟ ما ابي اتحكحك انا. ايش تسوي؟ انا اسفين والله فيك سامحنا. انا بس ابغى اني اخلي العيال يثقون فيني. 5 minutes later. انا صار لازم تروج. والله العظيم لازم تروج. كم استكى؟ تعال بيك بسرعه روب. ابى اخليه يستنك. بيسوي خطه هو عشان يستنك. زين يا سلام عليك. اول ما يدخل الحمام هو تكرم. اول ما يدخل الحمام تطلع انت نحجر احنا تسجن بسجنك خلاص. والله العظيم بس كذا هو بيجيك. اي هذا هو بيسوي لك الحين. تسوي نفسك مجنون. يلا 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 ابيك تدخله هنا السرير بعدين تدخل الحمام 10 ثواني بعدين تطلع تزبن ونقفل عليه. حاسس اني بكلمه اقعد هنا في السرير واقول له شوف الحمام وارجع ونقفل عليه الباب. تبيني 10 ريال بس؟ ايوه تخاف اني. والله ما عليك اسجل. ابيك تسجل. قل انا بصور مقطع. قل انا بصور مقطع انا وايد بشارك المقطع. قل شو بقول وبدخل بالسجن. خلينا ندخل بالسجن بصور بدايه مقطع هنا. يا رب صلى مثل ما جمعنا في هذا المقطع جمعنا بجنه ارضها كارض السماوات والارض وعده المتقين يا ارحم الراحمين. اللهم هذا عشان يعطون السهم اشتراك. هلا حبيبي. ها من حاجه كذا رحمه رجع مره حمار خليك لا بطلع. متفقين على بعض. يلا سجنا. يعطيكم العافيه يا جماعه الخير. لنا لكم مداء بريء اللقاء في مقطع اخر في برنامج فيكم عليكم الله وبركاته. السلام عليكم. هذه فكرتي. طب اسمعني خالك رجعت طلع عليك اشتراكات. اذا سوقت لي برميت المفاتيح كلها. طب بيت تجيبها. طيب تدري انك بتطف المسبح الحين؟ لا 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 هذا اللي طلع. هذا اللي طلع. تسوون؟ ها؟
هي خاف اطيح. هي تخيل اني اطيح واموت. طيب سوق اللايك والاشتراك عشان نطب. طيب بس اسمع اسمع كم باقي لك على المليون؟ ها؟ كم باقي لك كم باقي لك؟ بقى لي 117,000 وادخل مليون. 117,000 بس جاك من المقطع ذا. والله العظيم انه يا عيال والله انه رايد. ايه ان جاك اذا جاك 117,000 من مقطع ذا طلعنا؟ والله اطلعك. ايه وش نقدر اللي يجيك؟ ايه اسمع يا جماعة الخير اللي يشوف المقطع اشترك عشان اطلعهم، ما تشترك بخليهم هنا ما يصوروا لا مقاطع ولا شيء. لا لا سلام عليكم. اسمع شو بسوق جديد. اسمع اسمع تكفى يا رايت بسوق اللي هنا وصلنا لنهاية المقطع يا جماعة الخير، اعطونا من اللايك والاشتراك والاشياء الطيبة، الله يفرح قلوبكم، مع السلامة.